الله يسعد لي اوقاتكم اصدقائي جميعا، طمنونا عنكم ان شاء الله تكونوا بخير. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم معنا فيديو خاص بالعازفين المبتدئين، رح ندلهم على اغنية اكدب عليك وكيف تنشغل ومن اي مقام. ويلا نبدأ. اهلا وسهلا فيكم عن جديد اصدقائي. اذا اليوم معنا اغنية للمبتدئين، اغنية اكدب عليك للفنانة وردة الجزائرية. مثل ما قلت لكم، هاي من الاغاني الطربية اللي كتير كتير مطلوبة بالمحلات، يعني الى اكتر من 20 سنة عم تنطلب، 30 سنة كمان، ولحد هلا بتنطلب بالمطاعم. فبالنسبة للعازفين لازم يكونوا حافظينها. اوكي شباب، نبدأ مع الاغنية. مبدئيا الأغنية بتجي حجاز، فيها هيك شوية كورد ولكن هي حجاز. أوكي، تشريق ما فيها، في عنا بنستخدم إيقاع البلدي أو الصعيدي والوحدي وشوي المقسوم. أوكي، المقسوم السريع طبعا على سرعة، هي سرعتها تقريبا بين 95 بين 100 102 بهالحدود، رح ناخذها وسط، نحن 98. أوكي شباب، تيمبو 98. أوكي، نبدأ فيها، ناخذها من على علامة اللا. أوكي، حجاز الله. اوكي، بنبدا فيها ايقاع وحدي، هلا رح اشتغلها بلا ايقاع. اوكي، اول شيء هاي اول قطعة شباب. القطعة الثانية بتجي طبعا بنغير الصوت لحتى تكون في شوية اختلاف، يعني اول شيء بتنشغل على السترينج حصرا، هلا بالثانية بالسولو بتنشغل على ساكسفون، على كمانجا، على كلارينيت، اي شيء بناخد على الكلارينيت. اوكي، اوكي ملاحظين هون قفلت كورد بدل الحجاز. هذا السولو اللي بيجي، هاي بنرجع سترينج. هلا هون بيبدأ المطرب مغنى. اوكي، عند اكدب عليك رح نشتغل المغنى مع التبعي. اوكي شباب، تنعاد طبعا. اللي هو البلدي، بتنعاد مرتين طبعا، نرجع وحدي. هلا القفلة بتجي طبعا ايقاع مقسوم سريع.
إذا شباب هلا رح اشتغل لكم اياها للاغنيه بشكل تقريبا نظامي، اوكي، بس رح بطأ شوي معلش، خلوني اشتغل على 95 التيمبو، اوكي، حتى بس ما اكون سريع شوي هي رح اشتغلها تقريبا بشكل قريب عن نظامي، اوكي، يعني ولكن مو 100%. اوكي شباب، خلونا نبدأ من على الايقاع الوحدي. اوكي شباب، اذا هذا الفيديو كان بخصوص اغنيه اكذب عليه للفنانه المرحومه وردي جزائري. فيديو كان خاص للعازفين المبتدئين، بتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنسونا باللايك، اوكي، هون هيك تحت الشاشه في هيك ايد ما عامله هيك لفوق، بس اعملوا لنا نقر عليها. اذا لاحظتوا من ورا الكورونا، من ورا القعده شوي عم نلخبط بالشغل، عم ننسى، هذا دليل انه مثل ما بضل اقول لكم دائما، يعني ضلوا مارسوا كل يوم لو ساعه كل يوم لحتى يضل الشغل تمام. يعني انا من كتر القعده لما بنقعد، احنا معودين نشتغل كل يوم ساعتين وثلاثه، فبصير الواحد بينسى، بيلخبط، ايديه شوي تبرد. فبتمنى انه كل يوم تشتغلوا ساعه بضل الشغل حلو عندكم، بتضل الدنيا رايقه تمام معكم. ما تنسوا كمان شباب، عملت قناه على التليجرام، تركت الرابط تبعها موجود بالوصف تبع الفيديو، على شمال الفيديو في سهم صغير تنقروه
بيفتح معكم الوصف. اوكي شباب، وكمان بيحب يشاركنا على البيجو لايف، وبيحب يطلع علينا على شغلنا على الفيسبوك الانستغرام، كله موجود بالوصف تبع الفيديو. اوكي، هذا كان كل شيء اليوم. تحياتي لكم، ما تنسوا اللي مو مشترك يشترك من بعد امركم. تحياتي لكم، كان معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. تحياتي لكم وإلى اللقاء.